مشيت لحي فرنسا البارح، انا ما نعرفوش اللي جيب ابن حي ابن خلدون وعمر العلم. صحيت معناتها ثم فضاء تقريبا فيه 1000 متر، قالوا لي كان دار ثقافة محكو كبير رمطيشة على اليمين وعلى اليسار، فهمتني ولا مش إشكالية. هو ما نحكي لك أنا الجو العامة يعني أعشاب طفيلية كلات لحيوت خزت وكذا، مهجور فضاء مهجور تقول عنده 100 عام. الفضاء هذي يجي في قلب الحي، في قلب الحي هذي سيد رئيس الحكومة اللي فيه شبيبة يحكي لي خماسي معناتها فيهم نسب عالية من الشباب اللي تحرق وتحرق قلوب والدها معاها. دنيير مون شفنا فيديو سيدي رئيس الحكومة واللي يسمع فيه باش يوصل سيدي رئيس الحكومة، يعني فيديو بتاع الشباب التوانسة يتكلموا كيفنا، لونهم كيفنا، لبستهم كيفنا، يحسوا كيفنا، يحلموا كيفنا، يطبخوا كيفنا، عندهم والدين كيفنا، هابط في الماء يبقبق ويعيط يما مات هو يا رحمه طفل في ريعان الشباب عيط يما، حسب ما قريت انا في المسرح يما تعني امه الحقيقيه اللي جابتها والبلاد هذه تونس يما زاد. وبما انه تونس يما ماهيش مصيبه فيها رئيس حكومه ورئيس جمهوريه ومسؤولين، ابارامون عيط لكم الراجل اللي مات هذا قالكم وينكم. دونك هذا هو الموضوع، ماذا نفعل في هذا الفضاء؟ كلمونا وعدونا قولوا للشبيبة هذه أنا الفضاء هذه باش نشوفوه خطر وضعية مأساوية ونشوفوا فضاءات الأخرين زادة باش نجموا قاوموا الحرابش والإجرام والنطرة والغورة والسرقة والإرهاب فمني والحرقة، يعني باش تقاوموا هذه؟ أرى المدرسة معادش مسكين المعلم مسكين الأستاذ طيش على الأستاذ كيما بكري قلت انت مسكين البوليس حطوا نطحوا مع المواطن بذب. كيف المعلم نطحوا مع التلميذ بالثقافة هذيك وبالحربوشة هذيك وبالسيجار هذيك وبالعقلية هذيك وبالسفرة هذيك وبالشقف هذيك، قدش منه الأستاذ والمعلم يا معلم مع النوعية متاع البرامج التي نراها ونصغي إليها. ما لا بابا الكل يصب في بعضه. دونك احنا من واجبنا أنه نعمل سميناه نداء استغاثة، هل سيكلمنا من مجيب؟ من واجبنا باش نمشيو الأحوال الكياس يعني زاد.